واحد من أهم المصادر المستخدمة في منظومات اتصالات الـ Optical Fiber Communication هو الليزر دايود. زين الليزر دايود إذا أريد أخذ الستركتشر مالته، البيسك ستركتشر مالت الليزر دايود هو مشابه تماما للـ Edge Emitting Light Emitting دايود. يعني هسه قبل لا أدخل بتفاصيل المتعلقة بالليزر برنسبل، خلي أبدي شنو هنا، أنه أنا عندي الليزر دايود. الليزر دايود طبعا هو من أهم المصادر الضوئية المستخدمة وين؟ بمنظومة اتصالات الألياف الضوئية بالـ Optical Fiber Communication. زين هذا الليزر دايود هو تماما من حيث الستركتشر مشابه تماما للإيج إميتنج لايت إميتنج دايود. احنا ذكرنا أنه أنا عندي نوعين بالنسبة لللايت إميتنج دايود، يكون عندي النوع الأول اللي هو سميناه بالسيرفيس إميتنج، والنوع الثاني هو الإيج إميتنج. زين بالنسبة للليزر دايود هو مشابه للإيج إميتنج طبعا كستركتشر. زين حتى ابدي افهم الليزر برينسيبل او ما هو مبدا عمل الليزر دايود، خلي اخذ الاساسيات مالته، البيسك برينسيبل مالته السيمي كوندكتور ليزر دايود. عندي ثلاث مفاهيم لازم انه اطلع عليها حتى اقدر احدد سلوك وعمل الليزر دايود. المفهوم الاول هو مفهوم الاكسترنال بامبينج. زين اذا اريد ارجع للاساسيات الاوليه، انه العمليات اللي تسيطر على اداء ال 500 دايودات مع الضوء، العمليات الفيزيائية عندي ثلاثة، عندي spontaneous emission وعندي stimulated emission وعندي observation. زين اذكرنا في المقطع السابق اللي ناقشنا بخصائص اللايت إميتنج دايود، اذكرنا انه هو الضوء اللي ناتج من اللايت إميتنج دايود هو الضوء متعدد الاطوال الموجية، بمعنى انه incoherent light وبالتالي ليس ليزر. ليس ليزر، ليزر أولا خلينا نفهم شنو المقصود بكلمة ليزر. هذه هي اختصار light amplification by stimulated emission radiation. أوكي مبدأ تفخيم أو تكبير الضوء باعتماد مبدأ الانبعاث المحفز. زين إذن هسه أول نقطة لازم أميز ما بين light emitting diode وما بين الليزر diode. يعني كلمة ليزر لازم تفهمها إن هي كل ما يطلق على الليزر نقصد به هو ضوء أحادي الطول الموجي أو أحادي التردد، وهذا يختلف جذريا عن الليد. اللايت إميتنج دايود هو الضوء متعدد الأطوال الموجية أو متعدد الترددات. زين المفاهيم اللي لازم ناخذها ثلاثة سيطر، يعني ثلاث عمليات لازم أفتهمها حتى أفتهم أداء الليزر. واحد من العمليات هذه ما يسمى عندنا بالإكسترنال بامبينج، عملية الحقن الخارجي إكسترنال بامبينج. زين خلي أفتهمها بالشكل التالي. هسا أولا شو المقصود بالإكسترنال بامبينج؟ طبعا من حيث المبدا كليزر العمليتين الاساسيتين هن الاكسترنال بامبينج والانترنال لايت امبليفيكيشن، هذن العمليتين الاساسيتين. العمليه الثالثه راح اشير لها من اوصل الى شرحها حتى انه هي يعني هي متداخله ما بين العمليتين. زين اولا الاكسترنال بامبينج عندما يكون عندي ليزر يمتلك مستويات طاقه مختلفه، الاكسترنال بامبينج راح يسوي له عمليه اكسايتيشن للكاريرز الحواملات الطاقه اللي هي الالكترونز والهولز الى الانتقال من مستوى طاقه ادنى خلي اسميه الى مستوى طاقه اعلى. اذا هسه اول نقطه تاثير الاكسترنال بامبينج هو عمليه تحفيز الحاملات على الانتقال من مستوى طاقه ادنى الى مستوى طاقه اعلى. زين بعد ما ترجع الحاملات هذه، يعني بعد ما انه انا سويت عمليه الاكسايتيشن بعد زوال هذا المبدأ مبدأ الاكسترنال بامبينج، بعد رجوع الحاملات من إلى مستواها الأصلي راح يصير أنه أولا تفقد طاقة وراح تولد لي فوتون. زين يعني خلي أفترض أنه أنا عندي هالشكل، عندي هذا مستوى طاقة وعندي هذا مستوى طاقة، هذا خلي أسميه E1 مستوى طاقة واحد، هذا مستوى طاقة ثاني اللي هو الأعلى. أوكي زين هذه هنا عملية الاكسترنال بامبينج راح تولد لي تحفز لي انه الالكترون حتى ينتقل او الحوامل حتى تنتقل من مستوى طاقه اول الى مستوى طاقه ثاني، هذا بتاثير الاكسترنال بامبينج. زين ونفس الكلام طبعا هنا انه يكون عندي انتقال، راح يكون عندي هنا عمليه استيمولييتد اوبزرفيشن، هنا راح يكون عندي انتقال بتاثير راح يولد لي انبعاث، هنا راح يكون عندنا سبونتينوس اميشن. زين وهنا قد يكون عندي عملية انبعاث وعملية امتصاص وصير observation. زين هسه هذا نموذج لسيستم متكون من 2 level
تو ليفل. زين خلي افترض الاكسترنال بامبنج هسه اللي هنا أنا ما موجود، ايش راح يصير؟ كل الكاريرز اللي موجوده عندي راح تكون وين؟ بالستيت، بالجراوند ستيت مالتها اللي هو خلينا نسميه الاي 1، هذا جراوند ستيت بسبب التاثير الحراري او الثيرمال ستيبيليتي خلي اسميها. زين لكن اذا كان الاكسترنال بامبنج موجود كل الحوامل راح تتحفز الانتقال من مستوى الطاقه الاول الى مستوى الطاقه الثاني، هذا تاثير هسه الاكسترنال بامبنج. طيب خلي اخذ نموذج ثاني، خلي افترض انه انا عندي سيستم بهذا الشكل، هذه خلي اسميه كوندكشن باند، هذه حزمه التوصيل، هذه الفالانس باند حزمه التكافؤ. زين راح اخذ تاثير انه نسوي عمليه اكسترنال انجكشن، شنو التاثير مالتها؟ هنا راح يكون عندي اكسترنال انجكشن اوكي، وبالخصوص الكترون يعني راح نشوف انه عمليه الاكسترنال انجكشن شنو تاثيرها. زين هنا راح يصير عندي عمليه الاكسترنال انجكشن للالكترونات الكترونز، وهنا راح يكون بهذه الحزمه راح يكون عندي اكسترنال انجكشن للهولز. اوكي طيب فهسه اول خطوه ايش راح تكون؟ راح يكون عندي انه الاكسترنال بامبنج بهذه الحاله راح يسوي عمليه عن طريق، طبعا الاكسترنال بامبنج عن طريق انه هو احقن تيار، احقن تيار هنا هذا كرنت انجكشن كرنت تيار المحقون. زين التيار المحقون راح يسوي عمليه سبلاينج المن للالكترونات بالكوندكشن باند وللهولز وين؟ بالفالانس باند. زين هذه الالكترونات والهولز راح يسوي عمليه ريكومبينيشن، تحدث بيناتها عمليه اعاده الاتحاد كما هو الحاله الحادثه عندي باللايتيميك دايود نفس المبدا، وبالتالي راح تتولد عندنا الفوتونات. ايش راح يصير عندي اللي هنا؟ يعني هنا راح يصير عندي عمليه انتقال حفزناهم عن طريق الاكسترنال انجكشن، راح يصير عندي مبدا التحفيز راح يخلي لي هنا عمليه استيموليتد للفوتون، هذه هنا راح يكون عندنا استيموليتد فوتون. زين هنا راح يكون عندي الانتقال من الكوندكشن الى الفالانس، راح يصير عندي عمليه سبونتينوس اميشن، سبونتينوس ميشن. زين هذه نفس الكلام هنا اذا كان عندي مبدا الابزربيشن هنا راح يكون عندي هنا عمليه انبعاث، عمليه امتصاص، وهذا راح يكون عندنا استيموليتد ميشن. زين ممكن يكون عندي بعد انه يظهر عندنا ما يسمى عندنا بالنون رادياتيف ريكومبينيشن، هذه نسميه هنا نون رادياتيف ريكومبينيشن. زين فهسه هذا كنموذج مصغر هنا لعمليه الاكسترنال انجكشن شنو التاثير مالتها. اذا هسه اول نقطه انا عندي المبدا العام اللي احتاجه للاكسترنال بامبنج، انه الاكسترنال بامبنج يوفر لي عمليه اكزايتيشن للكاريرز حتى احفزها للانتقال من مستوى طاقه اولى ادنى الى مستوى طاقه اعلى بعد ما ترجع الى الجراوند ستيت مالتها، خلي اسميها الشكل حاله الاستقرار، راح تفقد لي طاقه وتحرر لي فوتون. اوكي هذه الفوتونات هنا اختلافها عن الفوتونات المتحرره او الناتجه عن اللايتيميك دايود، انه هنا راح تكون الفوتونات المتحرره كلها تمتلك نفس الطول الموجي ونفس التردد، لذلك هذا اختلاف اساسي ما بين اللايت ايميتنج دايود وما بين الليزر دايود، انه هذه كلها تمتلك نفس التردد نفس الطول الموجي، هذه راح تكون باطوال موجيه مختلفه وبترددات مختلفه، لذلك الضوء الناتج من اللايت من الدايود سميناه انكوهرنت لايت، انكوهرنت لانه هو ضوء مزيج او خليط من اطوال موجيه مختلفه، لذلك اذكرنا انه هذه اللايت من الدايود تمتاز بانه السبيكترم مالته يكون وايد عريض، ليش؟ لانه اطوال موجيه متعدده ترددات متعدده، لذلك راح يكون عندي السبيكترم مالتها وايد، بينما ان انا بحاله الليزر انه الضوء الناتج او الفوتونات المتحرره راح تكون تمتلك هي فقط تردد واحد او طول موجي واحد، لذلك راح تكون انه السبيكترم مالتها يكون هو اضيق او اقل مما هو عليه في حاله اللايت ميك دايود، لذلك هذه الميزه لازم انه يعني خلينا ننتبه لها. زين النقطه الثانيه اهميه اكسترنال بامبنج، انه التحفيز خاصه اذا كان عندي مستويات طاقه متعددة، طبعا اخذنا مثال
لكن هناك أنا عندي مواد أو ليزرات تمتاز بمستويات طاقة متعددة، عندي مستوى طاقة أول ثاني ثالث رابع، وبالتالي جاي تحفز الكاريز للانتقال من مستوى إلى مستوى طاقة ثاني إلى أن يوصل للمستوى اللي يريده اللي هو خلينا نسميه الإي، هذه خلينا نقول E2 أو الإي كوندكشن وهذه الإي في، وبالتالي هنا لازم مثل مقدار قيمة الإي جاب بيناتهم، لذلك لازم أنتبه لهذه النقطة. هذا هو المبدأ الأول.